برأيك هل قادر الحكومة الانتقالية على تغيير هذا المشهد النمطي الذي اعتاده دائما السودانيين، أن هناك عثرات كثيرة جدا في الحج والعمرة؟ والله نحن أستاذ عاصم حقيقة محتاجين ل مش ما يتعلق بالحج والعمرة، محتاجين لحكومة إلكترونية بالكامل. نعم. ومحتاجين لأن نتعامل وأن نفعل حقيقة التقنية في كافة مؤسسات الدولة. يعني زي ما ذكر أخ محمد بقال، هذا يوفر جهد، يوفر مال، يوفر صرف كبير جدا ممكن أن يحدث. المهمة الواحدة اللي ممكن يقوم بها عشرات الموظفين ممكن يؤديها تطبيق بسيط جدا ويخدم كافة الناس المحتاجين للخدمة بكل سهولة وبكل يسر. فبالتالي يعني السودان حقيقة محتاج للخروج من النمط التقليدي في إدارة مؤسسات الدولة ككل، وبشكل أساسي فيما يتعلق في مسألة تنظيم الحج، لأنه تنظيم الحج في كل عام في السودان بيشهد مشاكل كثيرة جدا، بدءا من التقديم ثم انتهاء بالفرص ثم مسألة وضع الحجيج داخل المملكة العربية السعودية، خدمات إلى آخره. فهذه العقبات ما يعني يمكن تجاوزها حقيقة بالحقيقة التطابق أو الالتزام بالمسار الإلكتروني اللي ابتدعته المملكة العربية السعودية في حج العام السابق وحج هذا العام. نعم. وبالتالي الاستفادة من هذا البرنامج ومن هذه التجربة بشكل متكامل، حتى لو أدى ذلك إلى ابتعاث مجموعة من الـ من الـ نعم. من الـ من الموظفين أو نعم. من الـ من يعني العاملين. السودان يحتاج في عديد من القطاعات كما ذكرت، يعني الوقوف على هذه التجربة، التدريب والتأهيل. نعم. وتبادل الخبرات مع المملكة العربية السودانية في المملكة العربية السعودية في هذا المجال، وبالتالي بتقلل كثير جدا من المشاكل اللي كانت موجوده في الفترات السابقه. نعم. وبالتالي تيسر لكل الحجيج والمعتمرين والزائرين للاماكن المقدسه في المملكه العربيه السعوديه سهوله الوصول باقل جهد ومن الوقت والمال. نعم.